وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة كتسول على أنه بغات تسافر شي سفر لظروف ما، وما كاينش اللي يمشي معها، فقالت أريد أن أصحاب معي يعني ابنا لي وعمره 7 سنوات، بمعنى واش يجوز للمرأة أنها تسافر مع ولدها اللي في الحدود ديال العمر ديالو 7 سنوات، بمعنى هل يعد محرما أم لا؟ الجواب لا، لأن الذي ينبغي أن يفهمه النساء وكذلك الرجال أن المحرم له شروط كذلك. أولا ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ما كانش الحق عند المرأة أنها تسافر إلا إذا كان معها المحرم، والمحرم ينبغي أن يكون ذكرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، أن يكون محرما بالغا ذكرا عاقلا، لا بد من هذه الضوابط. يكون المحرم اللي هو باها أخوها ولدها عمها خالها ولدها شي واحد اللي ما يمكنش يتزوج بها، ويكون ذكر ما تكونش المرأة تقول مثلا أنا غادي نسافر مع أمي ومع أختي، لا يكون ذكر ويكون عاقل، بمعنى يكون عاقل ما يكونش أبلاه ولا هبيل ولا أبلاه ولا ما عندوش عقل ولا المعدوه ولا بحال هكذا، يعني شي إنسان مهبيل اللي تنقولو حنا، يعني أبدي يكون عاقل، كذلك أن يكون بالغا. وهذا هو السؤال، فالدري ديال 7 سنوات لا يصلح أن يكون محرما لأمه ولا محرما للمرأة، لأنه لم يصل بعد إلى حد البلوغ، وعليه أن المحرم لا يتمثل في هذا السن لهذا الابن، وبالتالي أنها يسقط عنها السفر. والله